بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا في المحاضرة الماضية في الفقه الإسلامي في الدور الثالث اللي هو دور التابعين، وشفنا حاجة اسمها انقسام المجتمع الإسلامي أو الأمة الإسلامية إلى أحزاب وفرق بعد الصراع أو المواجهات اللي حصلت تحت عنوان الفتنة الكبرى أو الفتنة ما بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية ابن أبي سفيان، وبعدها انقسم الناس إلى فرق، إلى جمهور الأمة الكبير، وبعدين جن الجمهور هذا في جماعة اسمها الخوارج وجماعة اسمها الشيعة. وقلنا الخوارج لم يكن لهم نشاط فقهي، كان لهم يعني نشاط سياسي أكثر، لأنه عندهم نظريات سياسية متعلقة بالحكم، وكذلك إخواننا الشيعة عندهم نفس النظام. وشفنا يعني عنوان مهم اسمه أثر التشيع في الفقه الإسلامي، صفحة 76، ولما يتكلموا عن التشيع وعن الخوارج يتكلم عن ظاهرة من الظواهر المرتبطة بالفقه الإسلامي في عصر التابعين، وهذا ضمن دراستنا يا ابني للفقه الإسلامي أو لأدوار الفقه الإسلامي. احنا بندرس حاجه اسمها تاريخ الفقه الاسلامي، يعني ادوار الفقه الاسلامي او المراحل اللي مر بها الفقه الاسلامي من عصر التشريع الاول، عصر سيدنا رسول الله للصحابه ولمن جاء بعدهم. وشفنا كمان ظاهره اخرى، انت بتقرا لي اثر التشيع في الفقه الاسلامي وبعض مسائل تفردوا بها، يعني رايهم في التفسير، في روايه الحديث، في بعض الاراء الفقهيه. بعدين عندي عنوان بعنوان تفرق علماء المسلمين في الأمصار. ومع تفرق علماء المسلمين في الأمصار إنه كان في عصر عمر بن الخطاب ممنوع حد من الصحابة الفقهاء يغادر الجزيرة أو يغادر المدينة المنورة بالذات، كان بدي إياهم سيدنا عمر جنبه في الفتاوى وفي بيان الأحكام. لكن أيام التابعين أو يعني بعد استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب وبعد بدء الدولة الأموية اللي هو يعني الحكم الأموي اللي مسكه سيدنا معاوية بن أبي سفيان، بدأت المدارس الفقهية تبرز، وبدأوا العلماء ينتقلوا، يعني يكون مثلا بعضهم يقيم في مصر وبعضهم يقيم في الشام بعد توسع الرقعة الإسلامية والفتوح الإسلامية. تفرقوا في الأمصار أي في البلدان. وبعدين شفنا كمان ظاهرة أخرى هيكون لها أثر في الأحكام الفقهية اللي بيجتهد فيها الفقهاء، شيوع رواية الحديث. يعني كان في عصر الصحابة يمكن كان في نوع من الورع يجعل الصحابة رضوان الله عليهم لا يكثرون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيوع رواية شيوع رواية الحديث، هو بيقول كالآتي في صفحة 78: رأيت فيما سبق أن أبا بكر كان يكره للصحابة كثرة الرواية. أكيد يعني بيكره سيدنا أبو بكر، كل واحد يقول قال رسول الله قال رسول الله، خشيت أن يتم التقول على النبي بما لم يقل، نوع من الورع كما ذكر. وأن عمر أرهبهم منها خشية أن يكذب على رسول الله، وخشية أن يصدهم ذلك عن الاشتغال بالقرآن. كان عندهم القرآن هذا نص ثابت بالتواتر، فبدهم مش مسألتين، هم إنه لا شيء يأثر عليهم بالنسبة يعني للقرآن، ولا كذلك شيء يصدهم عن القرآن الكريم. فلما فتحت الممالك، فتح في عصر الصحابة رضوان الله عليهم مصر والعراق وبلاد الشام. فلما فتحت الممالك وتفرق الصحابة في الأمصار وتجددت للناس حاجات اضطروا أن يبحثوا عن أحكامها. معنى تجددت حاجات أنه صار الناس أمام مشكلات في الحياة، ما هم لا يعرفون أحكامها، فبدهم علماء يبحثوا ويتأملوا ليصدروا الأحكام. ولأنه الشائع عند الفقهاء عبارة بيقول بيحكوا فيها انه تجد للناس اقضيه بما تجد لهم من احداث، قديش بيواجهوا احداث، قديش بيقدم الفقهاء اجابات مكافئه لهذه الاحداث.
أن يبحثوا عن أحكامها ولا ملجأ لهم إلا الصحابة ومن أخذ عنهم من كبار التابعين. مست الحاجة، أصبحت حاجة ضرورية وحاجة ماسة إلى أن يخرج هؤلاء الصحابة، لأن أن يخرج هؤلاء الصحابة للناس ما عندهم من العلم ويفتوهم بالسنة. أنت حضرت النبي، شفت النبي أفتى في مسألة الرهن بإيه، أفتى في الإجارة بإيه، أفتى في الزواج والطلاق بإيه. وأن يخرج هؤلاء الصحابة للناس ما عندهم من العلم ويفتوهم بالسنة، بالسنة عن النبي، لأن السنة يا ابني هي مبينة للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة النبوية إما إنها تؤكد، إما إنها تؤكد ما جاء في القرآن نسميها سنة مؤكدة، وإما أنها تشرح ما جاء في القرآن معناها سنة إيه؟ مبينة، يعني سنة شارحة. وإما إنه يأتي حكم في السنة لم يرد في القرآن الكريم ومعناها سنة تشريعية. والله سبحانه وتعالى منح رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المنحة وهذا الحق. يعني القرآن ما تكلمش عن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في الزواج، لكن النبي شرع ذلك، وأحكام كثيرة جدا لها علاقة بالهبة ولها علاقة بالشفعة، هذه قضايا معاملاتية بين الناس. وإذ كانت أوسع مصادر الفقه وأهمها إلى السنة لتعرضها للتفصيل، ولم يكن هؤلاء الصحابة يحيطون علما بكل ما قاله النبي وفعله، بل كان منهم من صحب النبي في بعض الأوقات دون بعض. يعني الصحابة نفسهم رضوان الله عليهم متفاوتون، متفاوتون من حيث الطبائع النفسية، ومتفاوتون من حيث الإدراك العقلي أو يعني الذكاء الإنساني، ومتفاوتون من حيث علاقة كل واحد فيهم بالنبي. يعني هذا بيقعد مع النبي مثلا في اليوم 5 ساعات، هذا بيقعد معه ساعة، هذا بيمر عليه أسبوع، وهكذا. بل كان منهم من صاحب النبي في بعض الأوقات دون بعض. يعني إيش كلام هذا معناه؟ شوف معناه أنه جاي تحت رواية شيوع رواية الحديث. معنى شيوع رواية الحديث يعني انتصرت كتابة الحديث وروايته. وهذا كلام بيخلينا نفهم أنه ما كانش قبل هيك الرواية شائعة، هذا كلام صحيح. وشيوع رواية الحديث كان له ضرورة مهمة جدا، لأن السنة هي مصدر التشريع، مصدر الثاني للتشريع. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال لذلك حمل كل منهم شيئا وغاب عنه شيء وكان منهم المكثرون والمقلون. لن تقرأوا هذه العناوين اللي تمثل ظواهر ثقافية أو فكرية أو فقهية في عصر الصحابة والتابعين. وقد عدوا في ناس يعني معروفين، يجيك بكرة السؤال يقول لك فلان من المقلين بالسنة، من المقلين من السنة، هذا صح ولا خطأ الكلمة هذه؟ يعني يقول لك منهم المكثرين، تحفظهم هذا الأسماء، صفحة 79. وقد عدوا من المكثرين الذين زادت أحاديثهم عن 1006، وهم أبو هريرة وجابر الأنصاري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة بنت أبو بكر الصديق. هذول الثلاثة، يعني قصدي مش الثلاثة، يعني هؤلاء الستة هذول رووا أحاديث كثيرة، يعني بلغت عن كل واحد 1000 تقريبا. لكن إيش السبب في انتشار أو في بروز هؤلاء بالذات كرواد الأحاديث من الصحابة عن النبي؟ قال أول حاجة طول أعمارهم. يعني مثلا أنس بن مالك هذا عمر حتى لحق يمكن عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني خلافة عبد الملك ابن مروان. وعبد الملك ابن مروان كان معاوية في الأول، بعدين أجى ابنه يزيد، وبعد يزيد معاوية، وبعده أجل الحكم أو مروان بن الحكم، وبعد مروان بن الحكم أجل ابنه عبد الملك. فيمكن وصل 100 أو أكثر من 100 سنة. وهذا أنس بن مالك كان خادم النبي.
وأبو هريرة طبعاً مشهور. أبو هريرة كان متفرغاً، الرجل كان قائد عسكري ولا حتى كان فقيه، يعني اشتهر بالفقه، إنما اشتهر بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إليه العلماء على أنه راوية الإسلام طول أعمارهم ومشيس الحاجة إلى استخراج ما عندهم من العلم، الحاجة ماسة، طول الصحبة وكثرة الملازمة للنبي. هذه الأسباب الثلاثة هي اللي خلت هؤلاء الستة من مشاهير رواة الأحاديث. أيضاً في ظاهرة أخرى ظهرت في هذا العصر غير التشيع والخوارج وغير شيوع رواية الحديث، يلي هي ظهور الوضاعين. والوضاعين قلنا لهم اللي بألفوا الأحاديث وينسبونها للنبي، هذا حديث موضوع، يعني حديث كذب لم يقله النبي. ويقول الأستاذ أو الأساتذة اللي كاتبين المذكرة، قال نشأ من عدم تدوين الحديث. احنا بنعرف أن النبي فعلا نهى عن كتابة الحديث، بس هذا النهي لم يكن نهيا مطلقا، وإنما كان نهيا مؤقتا، لأن المسلمين ولأن الصحابة آنذاك كانوا مشغولين بجمع القرآن الكريم، فحتى لا يختلط الناس، يعني أو يختلط القرآن بالسنة النبوية، فنهى النبي، قال من كتب عني شيئا من الوحي من كتب شيئا من الحديث فليمحو، يعني نهاه. فنشأ من عدم تدوين الحديث واكتفاء الصحابة والاعتماد على الذاكرة وصعوبة حصر ما قاله رسول الله وفعل مدة 23 سنة. هل جيت سيدنا رسول الله عاش مدة 23 سنة في الدعوة الإسلامية، عمر الدعوة الإسلامية في عصر النبي 23 سنة، هو توفي سيدنا رسول الله وعمره 63 سنة، لكن 23 سنة عمر الدعوة، وعمر الدعوة 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة المنورة. قال وفي 23 سنة في مكة والمدينة معناه في ثروة ضخمة جدا من التشريع لابد من البحث عنها ولابد من جمعها، وعلى رأسها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من الوحي وانتهاءا إلى الوفاة. فوجد أعداء الإسلام اللي هم اليهود والمجوس والزنادقة، كل هؤلاء اشتغلوا على تأليف أحاديث ونسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يفسدوا المصدر الثاني للتشريع، وألفوا جمعيات ويعني تنظيمات إن صح التعبير سرية للإساءة إلى السنة النبوية، إلى أن يقول، شوف في عبارة اسمها إيه، بيقول فألفوا الجمعيات لوضع، هذا في آخر صفحة 79 آخر سطر تحت، فألفوا الجمعيات لوضع الأحاديث في التشبيه والتعطيل. يعني إيه في التشبيه والتعطيل؟ في تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، يعني ينفي السمع والبصر والعلم عن الله.